أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من استديو اليرموك. سوف نذهب اليوم إلى لقاء خاص مع قامة أردنية نعتز بها ونحترم، القيادي الإسلامي الدكتور عبد اللطيف عربيات، رئيس مجلس النواب الأسبق. ربما الدكتور عبد اللطيف عربيات عاين وعايش ولاحظ ودقق تلك العلاقة تاريخيا وتراكميا بين حركة الإخوان المسلمين، جماعة الإخوان المسلمين، وبين النظام السياسي. مرت في مراحل مختلفة ما بين الصعود والهبوط، لكنها اليوم تمر بخصوصية وطبيعة مختلفة لا نريد أن نقرأها أو أن نذهب لها بالتحليل. سندع الأمر للدكتور عبد اللطيف عربيات ليحدثنا عن هذه العلاقة، كيف كانت، كيف أصبحت، إلى أين تتجه. أرحب بضيفي دكتور عبد اللطيف عربيات، أهلا وسهلا بك. أهلاً اليوم بتشرف بحضورك دكتور عبد اللطيف اليوم في برنامجنا. بدي أبدأ معك من السؤال، خلينا نقول من الآخر، كيف تصف العلاقة اليوم بين الحركة الإسلامية ومن؟ هل أنت يعني تشعر بالارتياح لما نقول علاقة بين حركة جماعة الإخوان المسلمين، النظام، الحكومة، الدولة، أي المصطلحات تروق لك وأنت صاحب الخبرة بذلك، ثم كيف تصف هذه العلاقة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. شكرا لإخواننا في فضائية اليرموك، شكرا للأخ عمر، وهذا الموضوع في منتهى الأهمية. نعم. وخاصة في هذه الأيام التي تعصف في المنطقة، كل المنطقة، دوامات متعددة ومن اتجاهات مختلفة، ووضوح الصورة مطلب لكل إنسان. نعم صحيح. والأردن تاريخا ومسيرة وواقعا، والحركة الإسلامية في الأردن بالذات، نعم، أيضا لها مميزات وصفات ومسيرة تاريخية ليست هي عابرة بل عميقة، وعلى طول عشرات السنوات ومنذ نشأة هذا البلد كمملكة مستقلة كانت جماعة الإخوان المسلمين والحركة الإسلامية من أوائل من نشأ في هذا الجو وتعايشت مع كل الظروف. والمنطقة كما هو معلوم مرت بموجات كثيرة، وهذه الموجات كان منها الثورية والاشتراكية والفكرية الغربية والقومية وكل الحركات التي مرت على المنطقة وتنازعت المنطقة ونهضت بها دول في المنطقة، صعدت ثم هبطت، العراق، سوريا، مصر، بقية البلاد العربية ليست ببعيدة عنا ونحن في وسط هذه المعمعة. بعد آخر أحب أن أشير إليه أن الأردن في حجمه وطبيعة سكانه وموارد البشرية ومواجهته للاحتلال الإسرائيلي كلها عوامل ذات أبعاد هامة ويجب أن لا تغيب عن بال أي إنسان يتحدث عن تاريخ الأردن وعمن عاش في الأردن وعايش الأحداث السابقة. نعم. هذه حقيقة أقول أن الأردن بطبيعته كبلد أيضا له ميزة عن بقية الأنظمة التي حولنا مرت بها المنطقة أو مرت بالمنطقة، وهذه الميزة بوصفها بعنصرين، عنصر الاستمرارية وعنصر الاستقرار اللي عادة أقول لك stability and continuity، استقرار واستمرارية. ماذا تقصد بهما دكتور؟ الاستمرار، الأردن منذ نشأته إمارة في بداية العشرينات، نعم، وحتى اليوم هو نظام مستمر ما انقطع. صحيح. تشريعا من 21-29 كانت مجالس استشارية، 29-45 كانت مجالس تشريعية، نعم، من 46-47 للآن مجالس نيابية، فالخط لم ينقطع، الكونتينيوتي مستمرة، في صعود، في هبوط، في قوة، في ضعف، لكن من قطع الخط؟ حلو. قياسا بمن حولنا
في تغيرت كثيرة، صحيح. أنظمة صعدت وهبطت، صحيح. وإشكالات وقضايا سياسية اجتماعية عسكرية تغيرت. فمن ناحية الاستمرارية هذا الأردن فيه حقيقة هذه الصفة، أنه مستمر تشريعا ونظاما وتوجها من حيث الهوية، هوية البلد. العائلة الهاشمية تنتمي إلى تاريخ الأمة وعقيدتها، وتكسبها صفة انتماء لهوية الأمة. هذه الصفة للهوية لها مكانتها في تقدير الناس الذين يعني يهتمون بشؤون البلد. هذه إذن الاستمرارية مستمرة، صفة البلد أنها لها جيشنا عربي، الجيش العربي، طموحات المرحوم الملك عبد الله الأول، كانت طموحاته توحيد سوريا، هلال الخصيب وحدوية، سوريا الكبرى، كان وحدويا ودفع حياته ثمنا لهذه المطامع، أنه يريد أن يوحد، وكان يحشر أنه ابن ملك العرب الشريف حسين الذي جاء ملكا للعرب جميعا، وجاء حتى يوحد الأمة. فجاءت تقسيمات الغرب، وجاءت تقسيمات سايكس وبيكو، وجاء الكيان الصهيوني الذي زرع هنا في المنطقة، فأعاق هذه الوحدة بقيادة الأردن وقيادة الهاشميين التي جاءت كحكام لهذه المنطقة جميعا وليس جزءا منها. ماذا أكسب الأردن الاستمرارية؟ الاستقرار ماذا قصدت به؟ فالاستقرار أيضا النظام مستقر لم يتغير بفضل الله، لم يكن هناك قطرة دم واحدة سفكت سياسيا، كان هناك اتفاق اختلاف كله ضمن أطر قانونية، هذه من عوامل الاستقرار، لم يكن دمويا، كانت عاش هذه الحياة بهذه الاستمرارية وهذا الاستقرار الذي أكسبه بناء قيم، بناء مشاريع، بناء توجهات سليمة، وقاعدة أن الناس اللي فيه حكام ومحكومين فاهمين بعض. نعم صحيح. يعني لما تغير كل يوم تغير وجوه يا حكام يا شعب، يعني بصير فيها عدم استقرار. فهذا الاستقرار أكسبه صفة نبتت فيها نباتات قوية، وأنا سآتي على هذا من ناحية الحركة الإسلامية. نعم، أريد هنا أن أدخل إلى، أنت وصفت النظام السياسي منذ 21 استقرار استمرارية، أين كانت الحركة الإسلامية؟ الحركة أين ساهمت هنا في هذين المؤشرين اللي ذكرت دكتور؟ أيضا هي نشأت عام 45، وأنا اطلعت على رسالة تشكيل الإخوان المسلمين في الأردن، وتقدم وقرأت نص الكتاب الذي قاله المسؤول الأمني، قدم تقرير إلى المسؤول السياسي يقول تقدم إلي الذوات التالية أسماءهم لتأسيس جماعة الإخوان المسلمين في الأردن. نعم جميل. ولما كانت هذه الذوات من خيرة أبناء هذا البلد، الله، فأنني أنسب الموافقة على طلبهم. هذا الأمن للسياسي، هذا الأمن للسياسي في ذلك الوقت من 45. 45 فتأسست الجماعة بهذا المفهوم، ذوات من خيرة أبناء البلد كما وصفه المسؤول الأمني للمسؤول السياسي، وأقرت على هذا الأساس. نعم. واستمرت، وكان المرحوم الملك عبد الله يعني كان يستقبل جماعة الإخوان المسلمين الدعاء والذي يأتون لزيارتنا، ونحن من أيام شبابنا كنا بداية بالخمسينات أيضا نحضر هذه مثل هذه اللقاءات مع عند المحاضرات والندوات. ثم جاءت إشكالات من 54، 56 انتخابات هنا، 57 المد القومي الناصر، الفتنة التي سجلت على أنها انقلاب وعلى سجلت أنها كذا وكذا. الحركة الإسلامية كانت الأحزاب السياسية كلها وقفت مع المد الناصري، والحركة الإسلامية الوحيدة التي وقفت ضد هذا التوجه، وكانت القوة الرادعة والقوية لحماية الوضع في الأردن أن لا ينساق كما انساق آخرون
ثم وقعوا بالتالي يعني حتى هذه تسجل. ولو من يدرس قيمة هذا الموقف وآثاره الإيجابية لا يمكن أن يفرط بشيء له تاريخ بهذه. فالحركة الإسلامية وقفت موقف معتدل دعمت الواقع اللي هنا وأبطلت المحاولات التي جاءت بإلحاق الأردن بالتيارات المحيطة به والدوامات المحيطة به. هذه عملية حمت الأردن حقيقة وجعلت الأردن في مجال من الاستقرار الذي بنى نفسه. كان هناك انتخابات 56 ومجيء الحكومة الوطنية وسليمان نابلسي وتشكيل حكومة برلمانية. يعني احنا حقيقة الآن من نادبا نريد حكومة برلمانية. لو جئنا إلى 56 وقلنا أنه هل دخلت الأحزاب السياسية جميعا؟ الوطن الاشتراكي كان اسمه يسموه تجمع سليمان نابلسي جاءوا بحوالي 12 نائب وجاء حزب البعث بنائبين الشيوعي بناء كان المجلس 40 نعم والإخوان السيوعي 4 نواب وكان تكليف جلالة الملك للحزب الأكبر أن يشكل الحكومة مع أن رئيس الحزب الأكبر لم ينجح في الانتخابات بعمها. كان خارج البرلمان لم ينجح يعني نزل الانتخاب ما نجح ومع ذلك يعني اعتبار حقيقة أعضاء المرحوم عبد الحين النمر كان نائب رئيس الحزب صحيح وكان نائب ونائب رئيس الحزب وكان نجح نائبا وطلب إليه تشكيل الحكومة فقال أنا خلي رئيس الحزب يشكل الحكومة فقال الحزب هو المكلف منتهى الحكومة البرلمانية التي ننادي بها اليوم حياة حزبية هذا عام 56 فقال دع رئيس الحزب هو الذي يشكل وعنه لم ينجح في الانتخابات النيابية بعمه فشكل الحكومة للانتخاب. طبعا هناك الدوامات الخارجية ضغطت على الجيش وعلى الواقع الداخلي وعلى وأصبحت صارت أحداث آخر 57 وأعلنت الأحكام العرفية بعد أن كانت هناك قوانين الاجتماعات العامة قانون نقابة المعلمين كان نجح قوانين الحريات كلها كانت في منتهى الحرية وفي اليوم احنا بنطالب فيها اللي كانت في منتصف الخمسينات وبقيت احكام عرفية حتى جاء المجلس الحادي عشر بال89 وكنت لي شرف انه كنت في هذا المجلس والغينا الاحكام العرفية التي فرضت عام 57 صحيح. اذا في صعود في هبوط ونحمد الله أن الحركة الإسلامية هل كان الإخوان المسلمين موجودين في المجالس الاستشارية اللي هي الفترة ما بين الملك شكل مجالس حقيقة الشارية. ما كان فيها حزبية بس كانت وطنية عامة كأشخاص نعم وطنية عامة كانت وجئنا بال89 إلى المجلس وكانت الحركة الإسلامية الغلابية في المجلس شكلنا يعني المجلس لي شرف أن كنت فيه ثلاث دورات متتالية انتخبت من يعني ممثل الحركة رئيسا للمجلس المجلس الحادي عشر أنقذ الأردن من يعني مشاكل حرب الخليج زوبعة كبيرة قطع النفط رئيس الحكومة قال نريد أن تكون السيارات يوم زوجي ويوم فردي الشعب يصفق فالآن أحكي الحكي هذا من صحيح. يسمع صحيح. لكن هناك الثقة التي كانت في المجلس القائم والحكومة التي أخذت ثقة هذا المجلس كل إجراءاتها كانت موثوقة حتى أن هذه تلك الحكومة قدمت ميزانية بدون عجز للمرة الأولى في تاريخ المملكة وهذه أمور حقيقة في منتهى الأهمية أن الحركة الإسلامية أيضا ضبط الشارع في فترة الحرب الخليج كان لقيادات الإخوان المسلمين مهمة وكبيرة بال56 كانت هناك دوامات والحركة الإسلامية كانت مع البلد مع صالح البلد الناس اللي بيدعوا اليوم بعض مع الأسف اليوم
فلول بسميهم فلول الأنظمة الشمولية الآن بعيبوا أنتوا كذا وأنتوا كذا. طيب إحنا اللي حمينا البلد وإحنا اللي كنا مع البلد وأنتوا كنتوا بالطرف الآخر يعني مع الأسف يعني. فأنا أقول هذا حقيقة لا منة على أحد، لكن من باب الحقيقة أن الحركة الإسلامية سارت مسيرة واقعية واضحة لصالح البلد، مقدرة لواقع البلد الاقتصادي، حجم البلد، المواجهة مع العدو الإسرائيلي، الظروف المحيطة، خير من يقدر. وقالوا نحن إصلاحيون، الإصلاح، منهج الإصلاح، لا نريد إلا الإصلاح. هذه منهج متفق عليه ولا يحتاج إلى تعريف حقيقة، هذا تاريخ طويل عشرات السنوات. ونحن في هذا اجت 93 لما حلوا المجلس وجاءوا بقانون الصوت الواحد اللي هو عكس اللي ما كان عندنا ب56 و89. متى بدأ التوتر؟ فبدأ عند مجيء وضع قانون انتخاب، قانون انتخاب المجزوء انه سموه قانون الصوت الواحد. هذا القانون المجزوء دمر العملية السياسية، بدل أنا حقي في هذه الدائرة 5 أصوات، قال ينتخب الناخب واحدا من العدد المقرر له في دائرته. طيب أنا حقي 5 ولا 10 ولا 2. هل شعر الإخوان باستهدافهم بهذا القانون؟ لا شك تزامن مع وادي عربة. نعم. هنا بدأ التوتر. عرضنا هذا بكل صراحة وذكرنا للمسؤولين وحاولنا المقاطعة الانتخابات الأولى بعد هذا القانون، ولكن المرحوم الملك حسين قال لا تخذلوني وشاركوا وسيتغير وكذا وكذا. شاركنا بالـ93. ثم قاطعنا بالـ97 على أساس أنه يعني لم يتغير. بعدها شاركنا وقاطعنا ولم يتغير قانون الصوت الواحد حتى الآن، لكن بقينا بحدود المعارضة السلمية الواقعية لصالح البلد وما غيرنا أهدافنا. إحنا طلب منا أنه نشترك بحكومة مضرب بدران بـ89 بالعدد والنوعية التي نريد. قلنا لا، إحنا لا نشترك بحكومة، لكن قيل إذن نريد الثقة، قلنا الثقة بثمنها. ما ثمنها؟ وضعنا 14 شرط معروفة، ماجنا كارتا كانت. وقلنا طلبنا من رئيس الحكومة المكلف أن يوافق عليها ويأتي بكتاب خطي لمجلس النواب ويقرأ الكتاب الخطي بموافقته عليها حتى نعطيه الثقة. فالثقة التي أعطيناها هي كأنها حكومة برلمانية. هي للإصلاح. نعود إلى 14 شرط اللي وضعناها، هي لصالح البلد. وبقي الموافقة، المشاركة وعدم المشاركة، لكن بكل الحالتين ما كنا نخرج عن الخط. شاركتم في حكومة مضرب بدران أثناء يعني شاركنا في حرب الخليج 5 أشهر لما كانت أزمة الخليج وصلت حد، قال رئيس الحكومة الوضع البلد في الداخل والخارج يتطلب مشاركتكم. ونحن استجابة لنداء رئيس الحكومة لحفظ مصلحة البلد والتحدي اللي حول البلد من كل الجهات، شاركنا بـ5 وزراء لمدة 5 أشهر بس. ما طول. الهدف تمتين الجبهة الداخلية أكثر. الجبهة الداخلية ومواجهة التحدي القائم. يعني أنا أقول أن المجلس 11 رفع مكانة الأردن في المقدمة. وأصبح يعني أيام الاحتلال الأمريكي للعراق والأمريكان أخذوا العرب لحفر الباطن في السعودية، الأردن رفض يذهب هناك. صحيح. وهذه أيضا يعني ما أحد كان، العرب جميعا مصر وسوريا وغيرها راحوا معهم، الأردن رفض أن هناك مجلس نيابي قوي ثبت على مبادئه، ثبت لمصلحة البلد، ما قدم أي مصلحة أخرى على مصلحة البلد. أنا قصدي من هذا التوصيف السريع هو أننا جزء من هذا البلد، منهجنا سلمي، منهجنا إصلاحي، ليس لنا مطامع إلا الإصلاح، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، إن أريد الآية الكريمة، وهذه وضعتها في أول بيان الانتخابي بـ89.
إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. إذن إحنا منهجنا إصلاحي بهذا الشكل وما تغيرنا ولن نتغير، لأنه منهجنا واضح وفكرتنا واضحة معارضة بناءة للإصلاح ولا شيء غير ذلك. مع الأسف الشديد يعني هناك الآن أيضا جاءت دوامات أخرى الآن تحيط في المنطقة. ما الذي يجري اليوم؟ كيف تصف العلاقة بين الدولة وبين الحركة الإسلامية؟ والله حتى اللحظة الدولة يعني أقصد بها الحكومة جلالة الملك لا يزال التفهم العاقل هو القائم، ونأمل أن يستمر هذا، ولا نجد أي مصلحة لا للأردن ولا للمواطن. الأردن الإخوان المسلمين جزء من هذا من هؤلاء المواطنين، لا نجد مصلحة للصدام أو الاختلاف، وخاصة في هذا الظرف بالذات لم نستسيقه في أيام الانفراج، كيف نقبله في أيام الأزمة؟ صحيح. ونحن قلوبنا على بلدنا وحماية وطننا، ولا نقبل بحامل الأحوال أن يسيء للأردن أحد، ولا أن نقبل بحامل الأحوال أن نقوم بأي عمل فيه إساءة لا للبلد ولا لأمتنا. نحن منتمون إلى هذه الأمة، جزء منها. حقيقة ما يجري الآن هو تحشيد غير مسبوق خارج الأردن، والتحشيد هذا أنا مرات بسميها يعني تحشيد على مستوى العالم صار، وليس بحدود يعني إقليم فقط. إقليم فقط، يعني هذا هم العراق ركن الأمة حطموه، سوريا قلب الأمة دمروها، مصر أساس طليعة الأمة وصلت ما وصلت إليه، هاي اليمن هاي ليبيا. حقيقة هذا الواقع غير مسبوق، وفيه يخرج في هذا الوقت بالذات في أشد أنواع الأزمات. يخرج عليه البعض يقول الحركة الإسلامية إرهابية، لماذا؟ والتعميم بهذا الشكل يعني لا نجد له أي منطق. حتى جمعية إسلامية بالسويد، نعم صحيح، يقال عنها أنها إرهابية ضد من؟ السويد، جمعية سويدية داخل السويد. إرهاب ضد من؟ وكذلك 83 جمعية خيرية إسلامية في العالم أن تصنف. ما المقصود بذلك؟ من الذي قرر ذلك؟ حقيقة ليس فيه صالح أحد. لا. إحنا كل بلادنا العربية. كيف تفسره دكتور هذه الهجمة على حقيقة على الإسلام السياسي؟ حقيقة أنا أقول أن هذا مصدر هذا التأزيم من صنع الإرهاب. وأنا أقول من صنع الإرهاب؟ ما الذي حصل في أفغانستان؟ يعني طالبان مع أو ضد؟ لما الروس احتلوا أفغانستان وجمعوا المسلمين الطيبين الخيرين يروح يناضلوا ضد الروس الشيوعيين في أفغانستان بقيادة الأمريكان وزودوهم بالسلاح. صحيح. حتى أخرج الروس من أفغانستان، جاء الأمريكان جاءوا لنا طالبان معهم، وشوهوا صورة الإسلام بهذه النماذج التي ليست هي حقيقة الإسلام، بل استخدم المسلمون في غير أهدافهم ولا مصالحهم، ثم جيء بنماذج ليقال هذا هو الإسلام للإساءة. ثم جاءت دور العراق، وجاءت ثم دور سوريا ودور مصر، من الذي قاد هذه الحروب؟ من الذي هيمن على ذلك؟ في هذا الخضم حقيقة الناس بتوه وبتغفل عن حقيقة من يقود هذا السيناريو الذي يتم الآن. يعني هل العدو المحتل بجانبنا بعيد عن هذا؟ هل الدول التي أقحمت بشكل مباشر أو غير مباشر هل هي بعيدة عن هذا؟ هل أن كاميرون رئيس وزراء بريطانيا ويسمي الدولة الإسلامية تزحف على شرق البحر المتوسط ويا غرب استعدوا؟ ليه هذا الكلام؟ كلهم كم بيكب تويوتا معدات، احنا هذول منين جبتوهم؟ منو جابهم؟ حقيقة يعني شيء مذهل. واربعين دولة، 42 دولة تعلن الحرب على كوباني وعلى عين العرب، قرية هناك شيء مصنوع. ليس حقيقي. العراق دمروا شعبه وقسموه، ألغوا جيشه،
ألغوا نظام أمنه، ألغوا نظام حطموا حتى بنك المركزي، وعادوا يبنوا فيه من الحطام. ولا يزال حتى الآن، حتى الآن في سوريا الآن يعني شيء يندى له الجبين. لا أتصور ولا عقل هالأطفال هالمساكين في قلب دمشق في أنحاء سوريا العزيزة على قلوبنا، كل قطرة دم تنزل من أبناء الشعب السوري من هذا من هذا أو ذاك هي دمنا. نعم. طيب. ونحن لا نفرط بها. ولهذا نعم. صنعوا هذه المجازر. هناك من يستهدف، هناك مؤامرة على الإسلام السياسي وربما على حركة الإخوة المسلمين. كم تأثر بها الأردن؟ نروح لفاصل. الأردن يتعرض لضغوط، سأسألك عن الضغوط التي يتعرض لها الأردن لينسجم مع ما تفعله المنطقة، يقاوم هذه الضغوط. كيف تقيم الحركة الإسلامية مقاومة الدولة لهذه الضغوط؟ لكن بعد الفاصل بعد إذنك دكتور. إذن أعزائي المشاهدين نذهب إلى فاصل ثم نعود بعد ذلك لمواصلة حوارنا مع الدكتور عبد اللطيف عربية. اهلا وسهلا بكم مشاهدينا من جديد، وارحب بالدكتور عبد اللطيف عربيات القيادة الإسلامي ورئيس مجلس النواب الأسبق. دكتور عبد اللطيف، انا كنت بدي اسالك عن ظرف الاقليم والضغوطات على الاردن، لكن قبل ذلك بدي ارجع شوي. انت اخذتنا للتاريخ، وربما يعني التاريخ ربما يفسر كثير من او ربما يعطينا ادوات لحل ازمات الحاضر. يعني وادي عربة في 94، هل كانت النقطة التي حدث فيها كما يسمون البعض طلاق شرخ في العلاقة بين الحركة الإسلامية والحكومات الأردنية؟ وادي عربة جاءت حقيقة في ظرف يعني كانت نهاية مجلس النواب الحادي عشر. نعم. وصعود المجلس النيابي الحادي عشر صعود حقيقة أثار الكثير من اللغط حتى عند البلاد العربية الصديقة. صحيح. كان مجلس غير مسبوق، ودفعت أموال طائلة في بس زيحونا هالمجلس كذا. وكان مجلس كان هناك ضغوطات إقليمية على القضاء على التجربة بشكل كبير، بشكل كبير. مدفوعة اليوم يعني مدفوعة الثمن، بس مدفوعة الثمن بس حقيقة صمد الأردن عليها. ما كان حقيقة. أنت كنت 3 سنوات من 4 رئيس مجلس، هذا كانت نعم. مطلع على هذه المؤشرات يعني، ومعنا خبر من تكلم كذا ومن تكلم كذا. وفي المؤتمرات الدولية والعربية والإسلامية كان موقع الأردن موقع متقدم. أيام العدوان على ليبيا، ورحنا اتحاد البرلمان العربي لليبيا، ونحن نسلم المرحوم القذاف، نقول عنه مرحوم عند ربه. نعم. بنسلم عليه. فلما وصل الدور مسك بيدي ونقول له رؤساء البرلمانات، يقول اسمعوا هذا الوحيد منتخب من الشعب مباشرة. كل الدول العربية موجودة. أنا خجلت يعني ما يعني مش، لكن هو بطريقته الخاصة. يعني عندنا ناس كان هناك صعود لنجم الأردن واسمها في تلك الفترة. وفعلا لما أقول أن البلاد العربية سوريا ومصر وبقية البلاد العربية تذهب إلى حفر الباطن مع الأمريكان، والأردن يرفض أن يذهب. نعم. ويصمد. صحيح. ويعني بوش يقول الشعب الأردني معهوش خبر أن الحرب انتهت في الخليج. نعم. يعني بعدها واصل. هذا الكلام الصمود يعني حقيقة خلى الأردن في مقدمة، والكل يعني يحسد الأردن على هذا الكلام. نعم. والكل يقول أن، وهذه أحب أن أشير إلى نقطة. تفضل. أن الإسلاميين من يقود أي مؤسسة من مؤسسات المعاصرة من غير أصحاب النظام أو التوجيهات الخارجية، هل ينجح أو يفشل؟ أن تنجح في قيادة مؤسسة في هذا الظرف بالذات وأنت إسلامي، هذه قضية كبيرة وكبيرة جدا. وأنا هذه حقيقة بحاجة إلى توضيح، وإلى إن شاء الله أتمكن أضع فيها كتاب. نعم. أنه إحنا مجلس الحادي عشر كان مجلس قمة مجالس الأردن. نعم. وقمة القيادة الشعبية الدستورية المحافظة
التي رفعت اسم الأردن، جنبته المشاكل، جنبته الأزمات، حتى على المستوى الاقتصادي أخرجتموه من أزمة 89. وجلالة الملك حسين الله يرحمه يعني باها بذلك العالم وقال هنا احنا لست كذا وكذا وكذا بكل قوة. ويعني الأردن كان موقفه مهاب ومقدر ومحسود على مجلس من هذه، لأنه مع الأسف يعني وخاصة أن يكون إسلامي. هذه كمان يعني مكروه مكبر عند البعض. على كل حال، على كل حال وادي عربة مرة أخرى في هذا الظرف بالذات عند محل المجلس، تم حل المجلس، الضغوطات على الأردن جاءت من كل جهة. جاء القانون الصوت الواحد بال94 أوقع الأردن في ظرف أنه ذهب إلى وادي عربة بأسباب مختلفة. الحركة الإسلامية عارضت هذا الكلام ورفضت هذا الكلام، لكن المجلس 12 في عهده تم هذا الأمر، وما كان يتم في المجلس 11 على الإطلاق. ما كان يتم على الإطلاق، لكن المجلس جاء 12 باحترام للجميع مشت لأن الحركة الإسلامية عددها نزل، القيادة ليست بيدها، فمشت اتفاقية وادي عربة لها وعليها. لكن حتى الذين يقول أن لها أهمية وكذا وكذا، حقيقة قيدت الأردن كثيرا. ويعني وضعت الأردن في مكان ضيق. دكتور أنا مصر أفهم أثرها في، هل أعادت مرة أخرى إنتاج على شكل جديد من علاقة بين الإخوان المسلمين والنظام السياسي على خلاف ما كان قبل 94 هنا، وأنت عاصرت الأمرين وكنت في تلك الفترة يعني حقيقة. الحركة الإسلامية بشكل عام عارضت، ولكن معارضتها كانت إصلاحية. وضمن ما هو ضمن مشروع الإصلاح. ونحن عند وفي إطار المؤسسات وفي في مواقفنا المختلفة لا نخرج عن الإصلاح وإطار المؤسسي التابع. عندما يقرها مجلس نواب وتجد سياسيين يتبنوها، لا تملك إلا أن تعارض معارضة سلمية. صحيح. لا تملك إلا هذا. فنحن حقيقة عارضناها وضدها ووجدت أنها ليست في صالحنا، لكن هكذا مرت اتفاقية لها وعليها، لكن نحن نراها أنها ليست في صالحنا بشكل. وهذا يعني طبيعة النظام الديمقراطي، نظام الإصلاحي، نظام اللي احنا عشنا من 57 89 90 نقول عشنا أحكام عرفية. صحيح. وهذه فترة جاء المجلس 11 ألغى الأحكام العرفية من 57 كانت مفروض. صحيح. وألغى المحاكم العسكرية، وألغى وألغى وألغى، وضع قوانين حريات وقوانين أحزاب واجتماعات عامة. اجتماعات قانون الاجتماعات العامة كان بال54 كان موضوع قانون الاجتماعات العامة، بقي لبداية 2003 حتى ألغوه أو عدلوه. قانون الاجتماعات العامة كان على القانون هذه حقيقة. قضايا في يعني الحركة الإسلامية. طيب هذا بيقودني إلى سؤال مهم دكتور، هل الحركة الإسلامية في بنيتها الفكرية والذهنية وتاريخيتها في العلاقة مع الدولة الأردنية تتفهم اللي بيقدر عليه النظام السياسي واللي ما بيقدر عليه؟ يعني خلينا نعترف، حجم الأردن، مواردها، قوتها، قدراتها، في أشياء بيقدر عليها وفي أشياء بيقدرش عليها. الحركة الإسلامية تفهمت ذلك تاريخيا؟ لا زالت تتفهم من يعني مخرجات الاستقرار والاستمرارية في نضج في الرأي السياسي. حلو. في نضج والنضج الرأي السياسي الناضج يقدر المسؤولية ويقيس بين ما هو مطلوب وما هو مرفوض، وبين ما هو قائم وبين النتائج في حالة يتم كذا وكذا. هذا النضج في النظرة المؤسسية لواقعنا ومصالح بلدنا وأمتنا وقضايانا الحرجة، ونحن كما أكرر أننا محاذين لمحتل على طول الحدود. هذه قضية حقيقة لا يمكن إنسان يريد مصلحة البلد ويغامر بأي موقف هو يضر مصلحة البلد. هذه الاعتبارات أخذت بالصورة الجادة ولا تزال. ونحن نقول أننا
نحن مع بلدنا، مع مصلحة بلدنا، نحن معارضة سلمية إيجابية دستورية إصلاحية، ما بنخرج عن هذا ولا نقبل غير هذا، ونحن نقدر يعني عندما يقال تعال اشتغل اشترك في الحكومة، لا ما بدنا اشترك في الحكومة، لكن بدنا إصلاح. نعم. إصلاحكم بإيش؟ والله هاي الشروط قوموا فيها. إذا نحن نقدم مصلحة العامة على ما يسمى بالمصلحة الخاصة. هذا الموقف اللي احنا جربناه في أكثر من موقف حقيقة نعتز به. نعم. ونقول أننا نحن هذا موقفنا الواقعي الحقيقي الذي لا نحيد عنه تحت أي ظرف. نعم. تحت أي ظرف، ومصلحة بلدنا مقدمة على مصلحة الأشخاص. نعم. إذن مرة ثانية، قدرات البلد أحيانا في مساحة بتقدر تتحرك فيها الدولة، وأيضا الحركة الإسلامية بتقدر تتحرك وتتحركش. حتى في طبعا حركة الإخوان المسلمين تمتاز بمؤسساتها الشورية، وتاريخيا يعني موجودة هذه المؤسسات. أنت تشعر دكتور عبد اللطيف وبأمانة وطنية أنكم حتى حينما كنتم تناقشون هذه الأمور في مجالسكم تقدرون ظروف البلد؟ البعض يتحدث الآن أن الإخوان المسلمين لا يقدرون ظروف البلد. حقيقة عندما نجحنا في المجلس 11، ومن منطلق القوة، وأنا أحب أن أسجل هذا الكلام، من منطلق أنك أنت في القيادة وأنت في قيادة المسيرة النيابية في البلد، تتذكر إخوانك في الأحزاب الأخرى. نعم. قمنا بتشكيل الائتلاف القومي الإسلامي النيابي. نعم. هذا 89 برلمان 11. نعم، سنة 90 91، وانتخبنا المرحوم ذوقان الهنداوي رئيسا لهذا الائتلاف القومي الإسلامي. نعم. ومن باب الاحترام والتقدير للجميع شكلنا أيضا الائتلاف أحزاب المعارضة الذي يحمل الشيوعي والبعثي والقومي واليساري والإسلامي، سوينا ائتلاف أحزاب معارضة، وعام 94 تم إنشاؤه وإعلانه، ولا يزال حتى اليوم قائم، ونحن تقدمنا على البلاد العربية جميعا. وهذا الكلام ناقشته في دمشق مع الأحزاب العربية، وكانت من يعني مندوب سوريا ومندوب بقية البلاد العربية أعطونا نظامكم، إحنا بدنا سنوات حتى نصل إلى ما عندكم. هذا الكلام حقيقة له معناه، له أنه قمنا بشيء يعني جديد. من النقاط اللي إحنا من مركز القوة أيضا، احنا عندنا حزابنا الان اللي بيصير رئيس حزب الغالب يظل مدى الحياه رئيس حزب. احنا لما من انشأنا جبهه العمل الاسلامي، وقلنا جبهه العمل الاسلامي اسمها جبهه للجميع، وهذه مفتوحه للجميع، منها اولا انها لكل المواطنين، مسلم مسيحي يحق له ان يدخل جبهه العمل الاسلامي، وهذا النظام الاساسي الموافق عليه يتفضل، وقد دخل عندنا ناس أنها أن حزب للمواطنين جميعا. اثنين، أنه حزب فيه نظام المداولة رئاسة. نعم، هناك تداول، وضعنا أن تداول السلطة تداول السلطة، أن كل رئيس أمين عام ينتخب للحزب كل 4 سنوات لازم يتغير، وضعناه في نظامنا. والآن عندنا عدد من الأمناء العامين السابقين الآن موجودين حاليا. ثم نظام التعددية، التعددية أنك تتعاون مع الآخرين. ذكرت الائتلاف القومي الإسلامي، ذكرت ائتلاف أحزاب المعارضة، ذكرت أننا نتعاون مع جميع الناس، وعندنا ما يؤيد ذلك إسلاميا ودينا، وثيقة المدينة التي قام بها الرسول صلى الله عليه وسلم تشمل معظم هذه. بالعكس احنا لم نلحق بها بعد للآن، أنها لكل المواطنين، وكل المواطنين لهم حقوقهم. نعم. مسلم غير مسلم هو عضو في هذا المجتمع له حقه، وتحافظ عليه، مسيحي يهودي مسلم كافر مؤمن، هذا مواطن عليك أن تحتفظ له بحقوقه. هذا الأمر حقيقة أيضا يعني من مركز القوة. ثلاثة، أدخلنا المرأة في العمل السياسي النيابي، ودخلت الأخت الدكتورة حياة المسيمي في الزرقاء على قائمة الانتخاب المباشر وليس على نظام الكوتا، وأخذت 7,000 صوت. صحيح. بالوقت اللي كان الرجال يأخذوا 3,000 يأخذ 7,000 صوت،
وأصبحت من عيون البرلمان البرلمانية. وهذه ليست سهلة على مستوى العالم العربي والإسلامي أن الإسلاميات يدخلن البرلمان كنائبات ناجحات. هذه أربعة: تداول السلطة، تعددية، دور المرأة، المواطنة كاملة للجميع. هذه نقاط نحن نعتز أننا أول من أدخلها إلى النظام الحزبي. وأنا أيضا أقول أن حتى البلاد العربية أخذت عنا هذا، والإسلامية. جاءنا رئيس الجماعة الإسلامية في باكستان وطلب نظام الجبهة من عندنا وأخذه وطبقه عنده الجماعة الإسلامية في باكستان. في لبنان سموا جبهة العمل الإسلامي، في الجزائر، في 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 المغرب أيضا أخذوا فكرة الجبهة. أخيرا بعد 20 سنة إخواننا في مصر أخذوا نظام الجبهة وشكلوا حزب الحرية والعدالة. فإذا نحن سباقون في هذا الإنجاز على مستوى العالم العربي والإسلامي، ونعتز أن الأردن كان سباقا في ذلك. وكل ذلك يقول أنه من منطلق الوعي بحقيقة ما نحن فيه، الوعي بحقيقة أننا أصحاب منهج إصلاحي واضح لا يتغير. والاستقرار والاستمرارية اللي ذكرتهم من عوامل النجاح. جميل. يعني هذا بيقودني لسؤال، إنه نيجي لليوم. يعني دكتور عبد اللطيف، نيجي لليوم. أنا أشكرك على هذا السرد التاريخي اللي أفادنا كثيرا، وأنا شخصيا استمتعت يعني بطريقة العرض والطرح. اليوم هناك استهداف لجماعة الإخوان المسلمين في كل البلاد العربية ربما بلا استثناء. الأردن يتعرض لضغوط حتى ينسجم مع هذا الاستهداف، وأنت بتعرف ظروفنا الاقتصادية، ومع ذلك تقاوم الدولة على اعتبار أن هذا مصلحة أمن وطني وحيوي أردني. هل تدرك حركة الإخوان المسلمين هذا؟ هل تدرك أن الدولة تقاوم ضغوط لاستهدافها بطريقة قاسية؟ هل تقدرون ذلك؟ لا شك أن هذا كلام واضح. نعم. وأن ما يدور في المنطقة على مستوى العالمي على مستوى العربي واضح كل الوضوح، أن هناك مد الآن مد معادي للإسلام والحركة الإسلامية بشكل واضح ومعلن. هذا المد الذي أنا يعني بدي أختصر أنه من ناحية التاريخية من يدعمه ومن يسير هذا ومن يؤشر عليه ومن يقوم بالضغط من أجل تنفيذه. صحيح. كله معروف ومفهوم، لكن الأردن لا يزال يقف في موقف التعقل والاعتدال في النظرة لما يدور في المنطقة. ونحن نتمنى على الأردن أن يستمر في هذا التعقل وهذا الاعتدال، وأن مصلحة الأردن، لا أريد مصلحة أحد قبل مصلحة الشعب الأردني وقضيته ووجود الإنسان فيه، أن يكون الأردن بهذا الاعتدال ويستمر فيه. الحركة الإسلامية من جانبها أيضا تقدر هذا وتعرف هذا، ولكن إحنا حين يقال أنكم لا تساعدونه على هذا، على تحمل هذا الموقف، يقال بعض المحللين. يعني أنا أقول بالعكس من ذلك، أقول مؤسساتنا الحركة الإسلامية لها مؤسسات، لها مجلس الشورى منتخب، لها مكتب تنفيذي منتخب، لها محاكم منتخبة، والسلطات الثلاثة موجودة. قد يحصل تطرف أو بكلمة أو بشيء من أحد الأطراف، لكن المرجعيات الأخرى تصحح. وهذه معنى القيمة الديمقراطية الحرة في المسيرة المؤسسية. المسيرة المؤسسية أنا أقول أنها هي ضابط. يعني أنا أقول يعني بالأمس، يعني حتى سواء على المستوى الداخلي أو المستوى الخارجي، بيانات الجماعة الرسمية سواء جماعة أو حزب هي لا شك لم تهمل إطلاقا أننا جماعة إصلاحيون، جماعة نسير بنفس إصلاحي سلمي، نقدم ما لدينا ومصلحة الوطن أولا قبل أي معيار ثاني، هذا يؤكد عليه من الجميع. لكن إحنا بشر، وفي عندنا كلام مرات استفزازي يأتي من الخارج، استفزاز يرد عليه البعض بنفس المستوى، لكن الجماعة عند قراراتها الرسمية تحكم بما هو واجب وما هو متفق عليه وضمن الخط العام المعتدل الإصلاحي الذي لا يخرج عن
النتيجة التي المتفق عليها. وهذا الكلام حقيقة أنا أقول هذا وعندي الأمثلة من تاريخنا. يعني امبارح يعني على المستوى الداخلي كان عندنا إخواننا في زمزم اللي سموا حالهم جماعة زمزم، سنتحدث عنهم. نعم. يعني حقيقة مجلس الشورى الأخير اتخذ قرار عكس ما كان متخذ من قبل المكتب التنفيذي. نعم. وألغى كل الأمور وقال هؤلاء بما قدموه من وثيقة فقط توقيعها وأن تلغى وتسحب القضية من المحاكم وتنتهي الأزمة. وتنتهي الأزمة. هذا كان مؤسس لي هكذا المؤسسة. صحيح في شطط في خطأ في كذا وفي كذا، لكن المؤسسية تصحح، وما إن كان هنا خطأ فهناك مجال للتصحيح. وهذه طبيعة الاعتدال في هذا البلد سواء على مستوى النظام أو مستوى الحركة الإسلامية، وتبادل هذا الاعتدال مطلوب. جميل. وإن شاء الله سيستمر. نعم. ولا شيء غير ذلك. طيب هذا يقودني لسؤال على قصة الاعتدال من الطرفين، ربما هذا ما يقوله يعني معظم المحللين. الاعتقالات الأخيرة يعني نفهمها مداقشة ولا أنت مطمئن أنها لن تتراكم إلى مرحلة الحديث عن وجودية الحركة وحلها ويعني الاعتقالات الأخيرة؟ أخي إحنا ليست الاعتقالات غريبة. إحنا بالخمسينات المرحوم محمد خليفة على الجفر، يوسف العظم على الجفر، محمد وهب على الجفر. نعم. وعلى سجن المحطة، وهم يعرفون هذا. يصير خلافات، يصير مخالفة أو مش مخالفة، اعتبار أنها مخالفة بروح للسجن شوية، وبعدين بتسوى الأمر بصورة يعني سلمية فيها تفاهم وفيها اعتدال في القرار وفي النتيجة. أما إحنا ليس بمعنى هذا أنه أن يعني أنا أملي كبير أن تكون وعي كما كانت تاريخيا المسؤولين في هذا البلد. نعم. أن لا يغيب عنهم تاريخهم واعتدالهم ونظرتهم العميقة لواقع البلد ومصلحته أولا. نعم. ثم أيضا موقفه وموقعه في الأمة كلها. وأنا قلت الاستقرار والاستمرارية ما تمت لبلد إلا للأردن. هذا الكلام حقيقة أرجو أن لا يغيب عن أحد، لا هذا الطرف ولا هذا الطرف. نعم. والكل مدعو أن يكون العمدام القرار الأعلى والعام يقول أننا إصلاحيون ولا شيء غير هذا الإصلاح. إذن ما حاجة أن يكون هناك تأزيم؟ اعتقل سين وصاد من الناس، حق يعني قد يكون صحيح وقد يكون غير صحيح، لكن القضاء يعني حكم في هذا. لكن أحب أن أنبه إخواننا في الحكومة أن يعتبروا مما حصل في المنطقة. نعم. وألا يكون يعني ألا يجربوا المجرد، يخرجوا أن لا يخرجوا عن طبيعتهم، لأن الخروج عن الطبيعة الأصلية المستمرة المتأصلة التاريخية حقيقة ليس في مصلحة البلد. نعم. وأن الاعتقالات التي تمت حقيقة مهما يعني لا أريد أن أخوض فيها، لا أتهم ولا أبرئ، لكن أقول أنها في غير محلها. لأن خل حرية الرأي، هاي الناس كلها اليوم بكل وسائل الإعلام تتكلم، خلي تتكلم الناس. ما الذي يضير فلان يقول عن رأيه الشخصي وليس رأي جماعة؟ خلوا هو يتحمل كلام الناس، اليوم الناس واعية، وخلي الناس هي تحكم. أما أنا أعتقد واحد لمجرد رأيه، أنا أجد أنها ليست في صالح الحكومة، بالعكس من ذلك تلقي الضوء على ما قيل وتزيد من حماس الناس لهذا الأمر الذي قيل فيه، وليس في صالح أحد. نعم. بدي أطلع من قصة الاعتقالات. هل يشعر الدكتور عبد اللطيف عربيات أن ثم التيار في الدولة يستهدف حركة الإخوان المسلمين ويدفع باتجاه أن تقوم الدولة بإجراءات معينة؟ إذا بتلاحظ حملات التحشيد في الصحف أحيانا، هل هناك تيار أم أن المسألة أيضا يعني كما أشرت لها أنت يعني انحناء ثم ارتفاع في العلاقة، أم أن هناك تيار وأنت الخبير وعشت يعني التجربة خاصة في 89؟ يعني احنا حقيقة يعني الحمد لله لا نكتم كلمة. نعم. نقولها مع إخواننا وأهلنا. يعني احنا من تجاربنا حتى النظام الدولي ليس شيئا واحدا. نعم.
وفي تيارات، لكن الضمانة المركزية العليا أن لا تنجر وراء بعض التيارات الجانبية، لأنه إحنا من نكت على قلنا الصوت المجزوع قانون صوت الواحد صوت المجزوع، وقلنا عن بعض الكتاب كتاب التدخل السريع كنا نسميهم، وقلنا عن أسماء مختلفة قوة الشد العكسي، كل مجتمع بتلقى فيه هيك. نعم. لكن صحيح. القرار الأعلى الكبير هو الميزان الذي يرى الصورة كلها ولا يفرط بشيء من صالحه هو أولا وصالح البلد وصالح الناس، وأكسب الأردن هذه الصفحة. أملنا أن لا يكون صاحب القرار أن يعني يغتر بك بعض الكلام في غير واقعي أو المصلحي أو أحد هذه التيارات. نعم. المطلوبة تقصد ربما صاحب القرار الملك قطعا. نعم نعم الملك، والملك واحد. ربما يعني هو يعي ذلك. نعم نعم في حوارات كانت بعد الانقلاب في مصر ربما كان صارما في أن حركة التخوان جزء من النسيج، حكاها عدة مرات وأصرح بها عدة مرات، وحتى بعض وزراء الحكومة وحتى رئيس الحكومة قالوا هذا الكلام. نعم. حقيقة، وجلالة الملك قالها أول الناس حقيقة. نعم. أنه هؤلاء من نسيج المجتمع الأساسي ولا نقبل إلا الإصلاح. هذا كلام واعي. نعم. ولا لا ينزلق مع التيارات الأخرى المغرضة التي هي تسود في المنطقة. فأملنا أن يستمر هذا البلد بما هو فيه من استقرار واستمرارية ووضوح الصورة، وأن لا يفرط بسمعته ومكانته وبواقعه وبأبنائه. لأن الكل مجموعة تهم هذا الوطن. جميل. كنتم تلتقون مع الملك الراحل كثيرا، الملك حسين. نعم رحمة الله عليه. بينما الملك عبد الله لقاءات ربما شحيحة، هل هناك تفسير أم أن المسألة يعني لا قيمة لها؟ لا بالعكس. يعني التقينا مع المرحوم جلالة الملك حسين، والتقينا مع جلالة الملك عبد الله عدة مرات. نعم. ولم ننقطع حقيقة. لم ننقطع عن الاتصال ولا واستقبال والنقاش والحوار، وعلى أدق المستويات حقيقة. نعم. الاتصال مستمر والحديث مستمر، المشاورة مستمرة والحمد لله، ونأمل إن شاء الله أن يتم هذا الاتصال وهذا الاستمرار لكل القضايا التي قد تستدعي أو لا تستدعي حتى هذا، لأن الاتصال بحد ذاته جيد ومفيد للجميع. الحوار مفيد للجميع. نعم. أيضا يعني ربما سأخذ فاصل بعد قليل وسنذهب إلى الشأن الداخلي الإخواني وبعض التفصيلات وماذا تفكرون في المرحلة القادمة، لكن قبل ذلك لا أريد أن أسأل الدكتور عبد اللطيف عربيات القيادة الإسلامي ولا رجل الإخوان المسلمين، إنما الشخصية الوطنية. نمر بظرف ربما من أدق وأصعب الظروف غير مسبوق، الجبهة الشمالية مشتعلة، الجبهة الشرقية مشتعلة، الوضع في المسجد الأقصى يعني وأنت تعرف علاقتنا فيه أيضا يعني الوضع الاقتصادي، نتحدث عن انهيارات اقتصادية ومديونية عالية غير مسبوقة، ألا يستدعي ذلك؟ وكل الأمم تفعلها، استحكم العدو الخارجي أن يكون هناك تمتين للجبهة الداخلية. تمتين، هل ترى أننا نقبل على التمتين أم أن هناك من لا يري هذا الأمر أهمية؟ كيف يرى الدكتور عبد اللطيف عربي وأردت أن تنصح الجميع؟ والله هذا ما تفضلت به كلام مطلوب ويجب أن يكون، والتشاور والتناصح والتعقل والتعمق في النظر في ما يجري في المنطقة، ويجب أن نعي ما يدور حولنا، وليس كل ما يدور حولنا لنا فيه مصلحة، وأحيانا يكون مؤامرة على المنطقة ونحن جزء منها ونريد أن نجنب أنفسنا ونجنب إخواننا إذا استطعنا. هذه الدوامات التي تحيط في المنطقة. نعم. هناك وزيرة خارجية أمريكا السابقة كانت تقول الفوضى الخلاقة. نعم. هذه الفوضى الخلاقة يعني حقيقة كيف تصنع الشيء ضده؟ هم يقومون بإحضار هذا ويضعوه هنا ويكون هدفا لهم وبطخوا عليه كهدف وهم صانعينه. هذا كلام حقيقة من باب الفوضى الخلاقة، وأن هذا وذاك اثنين مصدرهم واحد، والحرب اللي مدمرة
والشيء الذي يجري لم نشهد بتاريخ الأمة. أصبحت أن مالنا يستخدم ضدنا، سلاحنا نقتل به، أبناءنا يهدموا البيوت على رؤوسنا. هذا كلام حقيقة لا يتصور عقل. لو تحكيها قصة خيالية بالسابق بتقول هذا مستحيل، لكن كيف في إخواننا وفي بلادنا من هو حاكم ومن هو مسؤول ومن هو بيده السلاح ومن هو بيده المال يستخدمه في غير مكانه؟ هذه جريمة وهذا واقع، والبعض يدعيه ويقول إنه هذه القوة. هذه هي المشكلة. إحنا بالعوام أقول لك المقتول منا والدية علينا. إحنا مقتولين، شعبنا مقتول، اقتصادنا مهدور، أموالنا ضائعة، سلاحنا بيد أعدائنا، أعدائنا بسخونا ضد بعضنا البعض. هذا واقع لا غير مقبول. غير مقبول، وهذا ما يدور في المنطقة. ونقول حمى الله هذه الأمة وحمى الله الأردن من بينها الذي نحن يعني نعيش فيه، لأن يعني خيركم لأهله، الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنا خيركم لأهلي. نبدأ من البداية ونريد للأمة، كل الأمة، الخير والسعادة، وأن نتجنب هذه الدوامات. أنا أقول أن ما يجري في المنطقة غير مسبوق. صحيح. وأن ظلوا سابقا يأرخوا الغارات على العالم الإسلامي، الغارة الأولى والثانية والثالثة والرابعة، الغارات كلها متتالية. ويعني أنا أذكر يعني كل 100 عام ربنا سبحانه وتعالى بيعطي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، يأتي على رأس كل عام رجل يبعث الله على رأس كل 100 عام للمسلمين من يجدد لهم أمر دينهم. هذا التجديد في موجة جديدة. حتى مرات المجدد ينجح ولا ينجح، لكن بعد فترة 100 عام تتم التجربة، تبادل الرأي، إصلاح، نجاح، عدم نجاح، ثم تأتي بعدها يا استمرار نجاح أو تعديل المشروع أو إلغاءه كله. فنحن في دوامة، نسأل الله سبحانه وتعالى. قلق أنت دكتور عبد اللطيف عربيات على الأردن؟ قلق؟ والله أنا قلق على الأردن وغير الأردن. لأن عدونا المحيط بنا والصانع لهذه التيارات يبتغينا جميعا ولا يفرق بين هذا وذاك، والبلد العربية واحدة، والعدونا الخارجي يرانا صورة واحدة ولو بأسماء مختلفة، ويخطط لتدميرنا بأيدينا وبأموالنا، وهذه أقصى ما يسعى إليه، وقد توصل إلى كثير من ذلك. فأنا أقول أن العدو الذي يدبر مثل هذه المؤامرات على الأمة لا يزال في أوج قوته، ولكن أمننا بالله سبحانه وتعالى أن مجتمعنا العميق. وأنا حقيقة أقتبس من إخواننا المغاربة، قالوا أن ما يحكم المنطقة الدولة العميقة. وقالوا هناك مجتمع عميق أقوى من الدولة العميقة. أنت ترى في الأردن مجتمعا عميقا؟ إن شاء الله. نحن نرى بقايا المجتمع العميق إن شاء الله، الذي ينتصر على كل ما يجري في المنطقة. والمجتمع العميق له قواعد، له أسس، له عمق. أنت هذا الإسلام إسلام عظيم، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، قواعد كبيرة الله سبحانه وتعالى تكفل بها فوق كل المؤامرات. يعني إحنا العالم الإسلامي كله الآن بحدث حادث هنا، تجد في أندونيسيا وفي ماليزيا وفي العالم كله الآن يتأثرون بذلك. يعني إحنا عند صحيح مرت ظروف على قطعوا أوصال الأمة، قطعوها بعضها البعض. في أواخر العهد العثماني كان المسلم في الفلبين يقولون شو جنسيتك، يقول لك مسلم عثماني بالفلبين. مسلم عثماني ينتمي للأمة، انتماء للأمة، لأنه العثماني كان هم الوحيدين، العلم الإسلامي الوحيد مرفوع. فينتمي إليك ابن الفلبين الذي لا يعرف أين أنت، لكن ينتمي إليك بفكرك، بدينك، بموقعك، باتجاهك، ويقول أنا معك وأنا جنسيتي معك. هذا الدين العظيم، هذا أقوى من كل المؤامرات. الآن بدي أروح لداخل الحركة الإسلامية، الخطاب، ترشيق الحركة،
يعني أنت الآن بجوز بشرت الناس بأنه الخلاف اللي كان اللي هي تحت عنوان مبادرة زمزم انتهى وفي طريقه للحركة، الخطاب والترشيق والمؤسسات. هل في أذهان أبناء الحركة فعلا ومؤسساتها ترشيقها وبالتالي الدخول في مرحلة جديدة من الحيوية؟ دكتور عبد اللطيف، والله الحمد لله مهما اشتدت الأزمات الخير مذخور في هذه الأمة، وأنه مذخور فيها يتكشف لك شيء أصيل. هذه الأصالة الموجودة في هذه الأمة مثل ما بقولوا حك على بتبين نوع المعدن. صحيح، المعدن الثمين بين بالحك بالصدام تبين حقيقة الأمور. وأنا أقول أن هذه الأمة أمة خير، والخير في وفي أمتي إلى يوم القيامة، لا ينقطع هذا الخير. وهذا البلد أعتبره بلد خير، والحركة الإسلامية فيه حركة خيرة وإصلاحية، وكما قلت فيها مرة صعود وهبوط، لكن النتيجة كلية بالنهاية التحليل النهائي للموضوع أنها راشدة بإذن الله، ويتغلب صوت العقل ويتغلب الحق على الباطل، ونحن بإذن الله سائرون بذلك. وأنا أشرت إلى أن الحركة الإسلامية لديها مؤسسات، صحيح، هذه المؤسسات القائمة يصحح بعضها بعضا، والذي يعود لهذه المؤسسات وفيها قد يحصل هنا هفوة قد يحصل هفوات هناك، لكن بالمعدل النهائي الناس مجبولة على الخير وفطرة الإصلاح موجودة، بس نحن بحاجة إلى إفساح المجال للخيرين أن يتكلموا. والإفساح لهم لا يتم إلا من خلال مؤسسات قائمة. المؤسسات القائمة هي التي تفسح المجال للخيرين أن يبرزوا. قد يطغى يرتفع صوت على صوت، لكن بالتالي الصوت العاقل بعدل للجميع. ونحن جربناها في أكثر من موقف حقيقة. يعني مجلس الشورى عندنا القرار الأخير حقيقة في منتهى القرار الراشد، القرار الراشد القوي من أعلى سلطة يصحح الأمور، يلغي الخطأ ويحل المشكلة من جذورها. هذا 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 هو الموقف المطلوب، ولا يمكن أن تتم هذه القضية إلا بمثل هذا المواقف. وهذا شيء حقيقة نعتز به ونقول، وهذا يدل على قوة الحركة في هذا قوة التوقيت. الحركة والحمد لله وفيها هذا وهذا، لكن المحصلة النهائية قوية والحمد لله. يعني حينما نتحدث مرة أخرى عن الاعتقالات، ألا يحتاج الأمر الآن إلى الدخول في حوار مع الدولة؟ يعني ألا تشعر بأن أحوج ما يكون المشهد الأردني الآن إلى حوار حقيقي وفاعل بين الدولة والحركة الإسلامية؟ والله لا شك أنه هذا مطلوب، بل هو واجب. من الذي يمكن أن يبادر؟ أنتم هم حقيقة كل مفتوح الباب من قبل النظام يبدأ أو من قبل الجماعة أن تبدأ، وخيرهم البادئ بالسلام. نحن بنقول أنه الكل مطلوب منه هذا، والكل يعني عليه واجب في هذا. والحركة الإسلامية ما قالت لا في يوم من الأيام مهما اشتدت الأمور، عندما يطلب إليها فرادة أو جماعات الباب مفتوح والنقاش مفتوح، وتمت نقاشات على كافة المستوى مع جلالة الملك، مع مسؤولين حكوميين مع غير حكوميين في أكثر من مناسبة، وكانت النتائج قوية وجيدة. لماذا لا تفكرون بمبادرة دكتور عبد اللطيف؟ مبادرة حقيقية تطرح للدخول في حوار. لا، الباب مفتوح حقيقة. أنا أقول أنه الباب مفتوح، ويجب أنا يعني إحنا قلنا وخيرهم البادئ أخاهم بالسلام. يعني هذه قاعدة اللي بتمكن في هذا حقيقة، الباب مفتوح ويجب أن يكون. ثم نذهب الآن إلى العلاقة مع ملف حماس. حساسية أردنية، دعنا نعترف الدولة الأردنية تتحسس ربما من المشهد الفلسطيني وتداخلاته. الحركة الإسلامية كيف تقيم ذلك؟ هل يمكن أن ترسم معالم هذه العلاقة مع حماس حقيقة مع المشهد الفلسطيني تحديدا؟ يعني أنا ذكرت أن الأردن يعاني من موقعه، وأنه بوابة، بوابة فلسطين وموقع رباط، بلد رباط، وموقع الرباط له مكانته وله أهميته وله دوره، ويجب أن يكون.
له كل فتوح. أخوان أخواننا يعني في فلسطين، في غزة، في القدس الآن، إحنا وياهم شيء واحد. يعني إحنا أبناء السلطة على سبيل المثال، إحنا بنطلع على القدس نراها بالعين المجردة. نعم. وذيك اليوم كان في خطبة عرس وخلايلي ونوابسة. فالنوابسة طلبوا مني أعطي العروس، فأجا عبالي أنكت. فقلت لأخواننا، أنتوا أخواننا الخلايلة، أنتوا من قلب الخليل بتشوفوا القدس؟ قالوا لا. قلت أخواننا بنابلس من قلب نابلس بتشوفوا القدس؟ قالوا لا. قلت إحنا من قلب السلطة بنشوف القدس. فنحن كنف أول وأنتوا كنف ثاني. يا أخوانا بلد واحد هاي. إحنا في السلط تاريخيا كنا نفطر على مدفع القدس والله قبل مدفع عمان. نعم. ونسمع مدفع القدس أحسن من مدفع عمان. كنا نرى مآذن القدس، أحيانا نسمع الأذان في جنوب السلطة المشرفة على القدس. هذا كلام إحنا ليس جديدا، هذا إحنا حياتنا عايشين فيها، إحنا تاريخيا عشنا فيها، وإحنا يعني ليس الأمر بعيد عن بعض البعض. إحنا بنعرف العزري بالسلط. نعم. والعزري في القدس. لماذا سميت عزرية السلط؟ صحيح. للعربيات، وعزرية القدس اللي هناك لأنه خيط طريق النملة ذهاب إيابا. التجارة مستمرة بين أطراف القدس وأطراف السلط، وهذه سميت عزرية على اسم عزرية، اسم المنطقة سميت عزرية. الناس والأسماء والنسب والمصاهرة بلد واحدة. إحنا ما نرد على سايكس بيكو وعلى التقسيمات الكاذبة، هذه القدس إلنا وقدس قدسنا وفلسطين فلسطيننا وبيت المقدس مصدر القوة للأمة كلها. وأين هم يا رسول الله؟ قال في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس، وأكناف بيت المقدس تشمل بلاد الشام كلها. إحنا بغابت عنا هذه المعاني الكبيرة، ومع الأسف سايكس وبيكو كأنه حطوا لنا تفكير آخر، اسطوانات أخرى غير الواقع الأساسي اللي إحنا فيه. ولهذا أقول إنه إحنا في الأردن هنا بلد رباط، وما يجري هناك نراه بالعين المجردة. أنا حقيقة وأنا طالب بالخامس ابتدائي في جبال السلط المقابل جامعة البلقاء التطبيقية الحالية، نعم. كنا ننظر إلى القدس بال48 ونرى الطلقة من أين تخرج وأين تنزل، المنشي. التنوير لا حقيقة. لا لا يعني جنب المنشي صحيح. الجامعة البلقاء من حد يعني هناك النكروم هناك كنا فيها نحن بالخامس ابتدائي ننظر إلى القدس المعركة أمامنا. فبعدها وإذا إطلاق النار صار بالسلط، رجعنا أولاد وأخذنا على السلط شو القصة، ونقول عبد الله التل احتل القدس الله. فصارت إطلاق نار هون، أنت ترى الطلقة من تنزل وتنزل وأنت بالقدس والسلط مقابل بعضها البعض، أنت بلد وحدة. انت الصوت طلع منهم تسمعوا من هون، الاذان تسمعوا من هون، تسمعوا من هون. احنا هذه ما معنى ان اكناف بيت المقدس، ما معنى بلد رباط؟ احنا رباط لمن؟ واحنا بدنا اياها اخواننا جميعا يفقهوا ما يجري. هل ان اخواننا المحاصرين في غزه ولا المحاصرين في الضفه هم اللي سيقوموا بتحرير القدس؟ لا. سيقوم المسلمون في كل مكان، ومدخلهم الاردن من هون. هاي بوابه الفتح ان شاء الله، هاي بوابه الفتح يجب أن تكون للجميع، ونعد لهذا. والناس اللي عايشين في قوقعة سايكس بيك والتقسيمات الكاذبة عدوة الأمة اللي قتلت معنويات الناس ونفوسهم، احنا نخرج من هذا الإطار ونقول هذه كلها لنا، نحن حول القدس ونحن كنا في القدس الأول. يجب أن يكون هذا لدينا، وأن نخرج من قوقعات مصنوعة من أعدائنا وقعنا فيها على مدى مدة طويلة. نعم. ربما يعني يعني أقنعتني بأنه لكن العلاقة مع حماس وعلاقة عفوا أنا هنا بهذه الخصوصية بعد إذن. عفوا لأن هناك تحسس من الدولة منها. يعني أخي يعني حماس حركة مقاومة ليست في الأردن فقط. العدو المحتل أخذ البلد بالاحتلال. صحيح. وبالقوة وبالإرهاب وبالقتل والتدمير. وهناك الشيء الطبيعي أن البلد المحتل، وإحنا بلد محتل هنا لأننا حول القدس بقول أنا. صحيح. من حق الأرض محتلة يدافع عن نفسه.
بقوانين السماء، بقوانين الأرض، بأي منطق أنا محتل بدي أدافع عنها. أنا يعني ليس المجال للهفوات التي وقعت بها حركة التحرير الفلسطينية ولا بالمحطات اللي وصلت لها، لكن وصلوا إلى ما وصلوا إليه الآن. حماس نهضت تقول أنا عنصر مقاومة، وأن عملية سلمية التي اتبعتها منظمة التحرير لا توصل إلى الهدف ولن تصل إلى هدف، وأن صارنا 22 سنة من فاوض، زاد الاحتلال ما نقص، وكل ما امتد الزمن كل ما زاد الاحتلال وتمكنوا وأخذوا بلاد مواقع جديدة. إذن الحل مقاومة. حماس ما عندها شيء جديد، لا هي ضد سين ولا صاد، بالعكس الأردن كان له يد طولة. المرحوم الملك حسين عندما يعني استقبل أحمد الشيخ أحمد ياسين رحمه الله وطلع عليه على طيارة الهليكوبتر، جابوا لهنا وعالجوا في المدينة الطبية، وطلع بنفسه الله يرحمه واستقبلوا ودخلوا على المدينة الطبية. عندما هدد المرحوم الملك حسين إسرائيل عندما ضرب الأخ خالد مشعل بالمادة اللي ضربوه فيها، وقال أن كل معاهدة السلام وكل العلاقة مبنية على هذا المواطن إذا أصيب بضرر، وجاءوا بعثوا العلاج وحلوا المشكلة وأنقذ أخونا أبو الوليد. الشيء الآخر، إخواننا يعني حماس من إخواننا هون كانوا في عندنا بعمان، مكتب بعمان، بعمان كانوا وهو يشتغلوا من هنا، هدفهم هناك، هدفهم هناك، وطبيعة الموقع هنا هو الذي يجعل أننا هنا بوابة. ونقول نحن مكان رباط، نحن بوابة فتح إن شاء الله، نحن رئة لإخواننا، نحن إخواننا هنا وهنا وهناك، العائلة نصها هنا نصها هناك، في القدس ولا في نابلس ولا في الخليل. أخي هذا الكلام إحنا لا نستطيع أن نكابر ونقول أننا لسنا شيء واحد. حماس لنا ونحن مع حماس ضد الاحتلال، ومقاومة حماس الآن هي المطلوبة. إخواننا في غزة قاموا بهذا العمل الجبار، عانهم الله وعانهم على ما هم فيه، بحاجة إلى إخواننا في البلاد العربية والإسلامية ليقفوا معهم وينقذوا محمد التدمير. أليس هذا هو الإرهاب؟ ما هو الإرهاب؟ أليس الإرهاب هو تدمير الطائرات الإسرائيلية لناس في بيوتهم آمنين وقتل الأطفال والنساء؟ قمة الإرهاب، قمة الإرهاب هو هذا. ونحن نهيب بإخواننا في البلاد العربية أن اتقوا الله، والله سائلكم عن ذلك، أن لا تناموا وغزة بهذا الوضع، والقدس الآن بدأ الاحتلال فيه، ماذا بقي لنا؟ على ماذا ندافع؟ ماذا بقي لنا من قيم إن لم نقف هذا الموقف لنصرة أنفسنا، مش بس لنصرة إخواننا، نصرة أنفسنا هناك، لأن القدس هي لنا. والمرحوم الملك حسين قال القدس قدسنا، والأردن هو صاحب الولاية على المقدسات. هذه قضية ليست لا بدعا ولا فيها إلا أننا مجبرون وملزمون أن نقف مع من يقاوم، مع من يدافع عن الأرض الفلسطينية، مع من يقاوم العدو المحتل. بغير ذلك لا يمكن أن يتم تحقيق أي هدف. أنا يعني بدي أختم بسؤال دكتور عبد اللطيف. في ظل الآن التجاذب بين الحركة الإسلامية والحكومة أو الدولة أو النظام، بعرف شو تحب أنت المصطلح المناسب، بماذا تنصح الطرفين في هذه اللحظة ربما الدقيقة والهامة، مع طمأنينتك، وأنا أنا مطمئن كمان أنه لن يصل الأمر لا سمح الله إلى 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 تصعيد يعني والله هو هذا وجودي. أملنا ماذا تنصح هنا وهناك؟ والله هي يعني العاقل إن شاء الله بظل عاقل، وإحنا سرنا هذه المسيرة كلها عشرات السنوات بوعي وتقدير موقف وأصالة، أنا أقول أصالة استقرار واستمرارية. هذه الحفاظ عليها وعدم التفريط بها تحت أي ضغط أو شرط أو دوامة بتلف المنطقة، والدوامات كثر الآن من حولنا، ألا نفرط بها، لأن التفريط بها ليس في صالح أحد لا هنا ولا هنا. وأنا أقول أنه يعني البلد هذا أمنه وطنيا، مستوى مصلحة عامة، مستوى القضية الفلسطينية،
أمنه مطلوب. نعم صحيح، مطلوب ونحن نحافظ عليه. أيضا من يتولى هذه الأمانة عليه أن يعتبر الجميع كلهم أبناءه وإخوانه وأهله، ويجمع الجميع ضد العدو ويحمي البلد هنا ويحرر القدس بإذن الله. نعم، أنا بدي أشكرك الدكتور عبد اللطيف عربيات القيادي الإسلامي البارز رئيس مجلس النواب الأسبق. ربما اليوم قدمت قراءة خليط ما بين سياسية واجتماعية وتاريخية وفكرية، وأنا أشكرك عليها، يعني وجبة يعني نشكرك عليها. شكرا حياكم الله. شكرا حياكم الله. إذن أعزائي المشاهدين، ذهبنا اليوم إلى العلاقة بين جماعة الإخوان المسلمين وبين الحكومات الأردنية أو بين النظام السياسي، وربما أختمها بما قاله الدكتور عبد اللطيف عربيات في النهاية في النصيحة، النصيحة النابعة من الخبرة، أن العلاقة واستقرارها هي مصلحة وطنية حيوية استراتيجية للجميع، وللحفاظ على أمن البلد لا بد أن تبقى هذه العلاقة. الإصغاء ربما للضغوطات ليس حالة مقبولة، لكننا سنتجاوزها، وأنا متفائل بتفاؤل الدكتور عبد اللطيف عربيات. تصبحون على خير أعزائي المشاهدين. السلام عليكم ورحمة الله.